ما هي المنافع التي يشهدها الناس في الحج؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المنافع التي يشهدها المسلمون في الحج منافع كثيرة، منافع دينية ومنافع اجتماعية ومنافع دنيوية. أما المنافع الدينية فهي ما يقوم به الحجاج من أداء المناسك، وما يحصل من التعليم والتوجيه من العلماء من هنا ومن هناك، وما يحصل كذلك من الإنفاق في الحج فإنه من الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وأما المنافع الاجتماعية فهي ما يحصل من تعارف الناس بينهم وائتلاف قلوبهم واكتساب بعضهم من أخلاق بعض وحسن المعاملة والتربية بعضهم من بعض، كما هو مشاهد لكل لبيب تأمل ذلك. وأما الفوائد الدنيوية فما يحصل من المكاسب لأصحاب السيارات وغيرها مما يستأجر لأداء الحج، وكذلك ما يحصل للحجاج من التجارة التي يريدونها معهم ويستوردونها من مكة وغير هذا من المنافع العظيمة. ولهذا قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، فأتى فيها بصيغة الجمع، بل بالجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع. ولكن مع الأسف الشديد أن الحج في هذه الأزمنة عند كثير من الناس لا يستفاد منه هذه الفوائد العظيمة، بل كأن الحج أفعال وأقوال جرداء ليس فيها إلا مجرد الصور فقط، ولهذا لا تكسب القلب خشوعا ولا تكسب ألفة بين المؤمنين ولا تعلما لأمور دينهم، بل ربما يكره بعضهم أن يسمع كلمة بعض من ناصح لهم، بل ربما يكون مع بعضهم سوء نية في دعوة الناس إلى الباطل، إما بالمقال وإما بالفعال بتوزيع النشرات المضلة الفاسدة. وهذا لا شك أنه مما يحزن ومما يجعل هذا الحج خارجا عن النطاق الشرعي الذي شرع من أجله. أنصح إخواني الحجاج بما يلي: أولا، إخلاص النية لله تعالى في الحج، لأن لا يقصد من حجهم إلا الوصول إلى ثواب الله تعالى ودار كرامته. ثانيا، الحرص التام على اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجه، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: لتأخذوا عني مناسككم. ثالثا، الحرص التام على التآلف والتقارب بين المسلمين وتعريف بعضهم بعضا بما ينبغي أن يعرفوه من مشاكل دينية واجتماعية وغيرها. رابعا، الرفق بالحجاج عند المشاعر، عند الطواف وعند السعي وعند رمي الجمرات وعند الدفن من مزدلفة ومن عرفة وغير ذلك. خامسا، الحرص على أداء المناسك بهدوء وطمأنينة، وأن لا يكون الواحد كأنما أتى ليقابل جيشا أو جندا محاربا، ويظهر ذلك عند رمي الجمرات، فإن الناس تجدهم مقبلين إلى الجمرات والواحد منهم ممتلئ غضبا وحنقا، وربما يتكلم بكلمات نابية لا تليق في غير هذا الموضع، فكيف بهذا الموضع. وثالثا، أن يبتعد كل البعد عن الإيذاء، الإيذاء الحسي والمعنوي، بمعنى أنه يجتنب إلقاء القاذورة في الطرقات وإلقاء القمامة في الطرقات وغير ذلك. الإيذاء المعنوي أن يتجنب شرب الدخان مثلا بين أناس يكرهون ذلك، مع أن شرب الدخان محرم في حال الإحرام وغير حال الإحرام، وإذا وقع في الإحرام أنقص الإحرام وأنقص أجر الحج والعمرة، لأن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والدخان محرم، والإصرار عليه يؤدي إلى أن يكون كبير من الكبائر. فالمهم أن الإنسان ينبغي في هذا الحج أن يكون على أكمل ما يكون من دين وخلق حتى يجد طعم ولذاذة هذا الحج. نعم، بارك الله فيكم.